إن كانت فرنسا مثل ما يقول الضيف بحاجة إلى هذا الإصلاح أو تشريع هذا القانون فيما يتعلق بنظام التقاعد، لماذا كل هذه الاحتجاجات في الشارع؟ لماذا كل هذا الرفض في الجمعية الوطنية دكتور دياب؟ أبو دياب، أحييك وأحيي فريق العمل المحاور الكريم وكل من يتابعنا ويشاهدنا. يعني هذا الرفض بالفعل هو غير مفهوم، خاصة بالنسبة للمراقب من بعيد، لأن إذا أخذنا أحوال البلدان الأوروبية المجاورة حتى يكون الموضوع أوضح بالنسبة للمشاهدات والمشاهدين في مصر والدول العربية، في بلجيكا البلد المجاور سن التقاعد 65 سنة، في ألمانيا 66 سنة، نحن في فرنسا إذن هناك نوع من مما يعتبر يسمى المكاسب الاجتماعية وتمسك من قبل النقابات وأحزاب اليسار بهذه المكاسب. 35 ساعة عمل في الأسبوع، يجب أن يبقى سن التقاعد 62 سنة، ولكن فرنسا التي تبقى سابع اقتصاد في العالم لكنها تتراجع، العجز فيها كبير، كل ما شرحه الدكتور دانيال دقيق. إذا من ناحية اقتصادية الوضع إذا ملح من أجل هذا الإصلاح. الرفض هو رفض اجتماعي، لأن هذا الإصلاح أتى بعد جائحة كورونا، بعد حرب أوكرانيا، انعكاسات التضخم، هناك احتقان في الشارع، احتقان شعبي، وهناك بعض المرات عند الفئات الأكثر إنهاكا، العمال، عمال المهن القاسية، هؤلاء يعتبرون أن حقهم غير مضمون، وأن البيروقراطية الفرنسية فيها عدة أنظمة تقاعد، كل هذا يجعلنا أمام تخبط. ولذا الرفض بعض المرات هو المزايدات السياسية والديماغوجية السياسية، وتلعب القوى المعارضة على أن ماكرون ليس عنده أكثرية مطلقة في البرلمان كما شرحتم في البداية، بل أكثرية نسبية، ويحاولون القفز من على هذا المشروع، لأنه المشروع الأساسي الذي يريده ماكرون في ولايته الثانية، من أجل تحطيم عهد ماكرون الثاني، من أجل توجيه ضربة قاسية له. ولذلك نعم، المواجهة هي سياسية في العمق، نعم، لكن دكتور أكثر مما هي اجتماعية اقتصادية. لكن دكتور أبو دياب، أمام إصرار الحكومة على تشريع هذا القانون وتمريرها بالفعل له من دون تصويت، وأمام تعاظم الغضب والاحتجاج في الشارع، من عليه أن يتراجع؟ يعني هناك فشل للحكومة، فشل في الحوار، فشل في ثقافة الاتصال، لم يكن هناك عمل بيداغوجي، عمل تربوي في شرح كل ذلك، لم تنجح رئيسة الوزراء وهي تقريبا من وسط اليسار في نسج خيوط مع اليمين الذي كان تصرفه مستغربا، في مجلس الشيوخ أيد القرار، في مجلس النواب لم يؤيد القرار، كل هذا أدى إلى هذا الخلل. الحكومة لم يعد بإمكانها التراجع عندما استخدمت هذا الإجراء الاستثنائي، المادة 49 والبند الثالث فيها، هي مررت هذا القانون حسب الدستور، لكن بالطبع هذا القانون يلقى معارضة كبيرة نتيجة نقص ثقافة الحوار، نتيجة كما قلنا الاستغلال السياسي والإنهاك الاجتماعي. لابد إذن من نقطة لقاء، لا أدري أين ستحصل، ستدفع رئيسة الحكومة الثمن، هذا هو الحد الأدنى كما أعتقد. لكن بالنسبة لماكرون بالذات، وهذه آخر ولاية له، لن يتراجع بسهولة، لأن تراجعه يعني نهايته السياسية.